الكليات وترتيبها بقى، عشان خاطر برضه اللي سمعنا يبقى عارف فكرة الكليات وترتيب الكليات من أول فين لحد فين، الكليات اللي المفروض الطلبة يبدأوا بقى إن هم يحطوها في التحديد الكلية، وخلاص دي يبقى اللي عليها الطلب. السؤال صعب جدا. انا بقول للطالب واقول له ولي امره حقيقه، انت محتاج تكون كطالب طالب قمه، مش في كليه القمه. يعني حلو مهم قوي جدا ان انا فكره طالب القمه دي في اي كليه حقيقه، هو ان انت تتميز في المجال الموجود فيه. حضرتك كنت بتتكلمي على حضرتك كنت علمي ودخلتي كليه الاعلام وتفوقتي، وشفنا حاجات كتيره جدا في كليات اللي ما يطلق عليها الكليات بره فكره القمه. النظره الكلاسيكيه في التعليم حقيقه لازم تختلف، وده دور لازم نشتغل عليه كمجتمع حقيقه، ان انا موجود في كليه قمه وانا في اخر الترتيب ملاش اي قيمه. ما احنا كنا في كليات ما تسمى بالقمه، وكان عندنا ناس مستوى ضعيف جدا وما حققتش اي حاجه، وفي نفس الوقت في كليات ما يطلق عليها كليات خارج القمه وطلع منها ناس عظيمه جدا في الاقتصاد وفي العلوم وفي الاعلام وفي السياسه وفي الادب والفنون. فحقيقه ما فيش حاجه اسمها كليه قمه، في انا كطالب متميز ولا غير متميز. فالطالب مع ولي امره لازم يحصل نوع من انواع النقاش، انا هتميز فين وهتميز فين، هو ده اللي انا لازم اشتغل عليه وده اللي لازم اقدم عليه علشان اطلع واحد من المتفوقين المتميزين، وبالتالي هبقى من الفئة 10% اصحاب المهارات العالية اللي سوق العمل كله مفتوح ليهم داخل وخارج مصر. واهم حاجة احنا كولياء امور واحنا كطلبة لازم نعرف ان اهم ميزة او اهم مهارة النهاردة في القرن 21 هي القدرة على التعلم. بدون القدرة على التعلم حتى لو متخرج من هارفارد او MIT او ييل او جامعة بسيطة جدا في اقصى جنوب الارض، لو ما عنديش قدرة على التعلم انا بكرة هيبقى في حاجة جديدة مش هعرفها. فانا لو ما عنديش القدرة على ان انا اتعلمها بنفسي، مفيش نظام تعليمي كلاسيكي او تقليدي هيديني هذه المعلومات وهذه النوعية من المعارف.